من المؤسف أنه تكون ثقافة التعامل مع الخدم غائبة عن أذهان الكثيرين، هالشي يلي بيؤدي أحياناً إلى سوء معاملتهم وغياب حسن المعاملة. المعاملة السيئة هي أحياناً بتدفع بعض الخدم لارتكاب جرائم أو الانتقام بشتى الوسائل. انتشر فيديو بالبحرين على جسر الحد، وبيظهر بالفيديو أحد العوائل مخلين الخدامة بصندوق السيارة تمسك الأغراض من دون أي اعتبار لحقوقها كإنسانة. خلونا نشوف الفيديو. رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استياءهم الكبير من هالتصرف، وخصوصاً الشعب البحريني. من التعليقات يلي اجت من جاسم جواد يلي كتب: ما أدري شلون يفكرون هالأوادم، هل الأغراض أغلى من حياة الإنسان؟ أما حساب باسم الشرقية فكتب: استهتار بأرواح البشر واستعباد للناس، قلوب متحجرة. أما تعليق آخر بيقول: الرحمة منزوعة من قلبهم، نتمنى من وزارة الداخلية تقبض عليهم وتطبق العقوبات عليهم. أما سيد فكتب: عقب قولوا الخدامة هربت وإحنا نعاملها أحسن معاملة.